السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد أو اليوم جديد. اليوم غادي نهضر لكم على الفيضان خاص أكادير، مدينة أكادير إنزكال نوح ديال أكادير. هاجم عليهم العاصفة رعدية، أمطار غزيرة قوية وسبت لهم مشكل وسبت لهم فيضان. بغيتو تكتشفوا التفاصيل اللي عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. طلب بسيط، بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناة ديالي 200,000 مشترك. طلب بسيط، انستغرام ديالي هتلقاو في الوصف ديال الفيديو اول تعليق، هاجموا الانستغرام ديالي ودعموني اخوتي. كما شفتوا الفيديو في البداية، فيضان خاص مدينة أكادير والنواحي ديال أكادير وإنزكال. اش غادي نقول لكم، كارثة. اليوم نهار ثاني في رمضان هاجمت عليهم العاصفة الرعدية، ما كانوش كينتظروها الساكنة ديال مدينة أكادير وسبت لهم مشكل. غرقوا السيارات، غرقوا الشوارع وسبت لهم مشكل. وهذه الطريقة، هذا الفيضان وهذه الأمطار الغزيرة، هذه هي طريقتها، هذه هي قعيتها، والحمد لله والشكر لله جات في رمضان. أمطار غزيرة جات في أكادير والنواحي ديال أكادير، والأطلس الصغير حتى هو ما سمعت بأنه في توا أمطار غزيرة بواحد الطريقة خطيرة بزاف. الحمد لله والشكر لله على هذه الأمطار غزيرة، هذا خير تبارك الله خاص في رمضان. سمنا البارح وسمنا اليوم وتفاجئنا، أمطار غزيرة وفيضان قوي خاص في مدينة أكادير. تبارك الله هادشي كله زوين، نتمنى بإذن الله أمطار غزيرة دائما مرة تستمر، وهادشي زوين بزاف. غادي تكون الطبيعة، غادي يكون الربيع. اكتشفنا ثلاثة الأسابيع تقريبا كلهم أمطار غزيرة، خصوصا في رمضان، نهار الثاني في رمضان، واكتشفنا هاد الأمطار غزيرة اللي فرحت المغاربة ودائما كتفرح الساكنين ديال مدينة أكادير. وبالنسبة فيضان، أنا رأيي الفيضان ما هو السبب. الفيضان دابا أخوتي ربما طاحت الأمطار غزيرة قوية مجهدة بواحد الطريقة صعيبة جدا، يقدر تستمر ساعتين ثلاث سوايع وكتسبب هاد الفيضان. اش غادي نقول لكم، بعد الشوارع دابا امطار غزيره ملي كطيح كتكون قويه بزاف، من بعد كيتجمع هذاك الماء وكيتجمع هذاك الماء بزاف، او من بعد اخوتي كيسبب الفيضان في الشوارع، خصوصا مدينه اكادير. اكتشفنا الصباح ديال اليوم ابتداء من 10 تقريبا كانت امطار غزيره وفيضانات قويه، السيارات غرقوا، الشوارع غرقوا، اكتشفنا الاوديه خاص في اكادير. تبارك الله هادشي كله زوين، كلشي طوب، وهادشي الخير. هذا راه ماشي مشكل، باش نوضح لكم، فيضان وامطار غزيره ماشي مشكل، نعمه من عند الله سبحانه وتعالى. بالعكس دابا ملي كتكون هاد العاصفه رعديه كتكون فيضان، القضيه كتكون زوينه، من بعد الطبيعه الربع كينوض، المهم كيكون كلشي زوين، وكتحط واحد الجمال رائع جدا، وكتحط واحد الجو نقي زوين بزاف. امطار غزيره ملي كتكون بزاف خصوصا في المدن كيتنقى بزاف الشوارع، ربما شي حاجه كتنقى، المهم بحال شي حاجه زوينه بزاف، كيكون الريح نقي. الفيضان انا رايي كما قلنا دائما كتكون هذيك العاصفه رعديه خطيره بزاف، امطار قويه بزاف، من بعد كطيح هذه العاصفه الرعديه، من بعد كيتجمع داك الماء، من بعد كيسبب الفيضان، من بعد الشوارع كتلقاهم الروبالات ديالهم ضعاف جدا، هذا هو سبب الفيضان. وانا رايي عادي جدا، ما كاين حتى شي مشكل، والفيضان دائما كيوقع ماشي غير في المغرب، عامه العالم كله كيوقع فيه فيضان. كنكتشفوا ربما امريكا، ربما كندا، ربما اسبانيا، تركيا حتى هي كيكون فيها هذا الفيضان وكيسبب لهم مشكل، ربما اليابان كيكون فيها تسونامي كيكون فيها الفيضان.
وسبانيا تاعي كيكون فيها مرة أمطار غزيرة قوية، وشفنا فرنسا وهادشي كامل عادي جدا، ماشي غير عندنا حنا، عامة العالم كله، والأمطار غزيرة ديال الله سبحانه وتعالى فقط، ماشي ديال شي حد. الله سبحانه وتعالى صيفط ديك العاصفة وسبت الفيضان عادي جدا، ما كاين حتى شي مشكل. الخسائر رأيي أنا ما كاينش فيها كثير. اليوم اكتشفت بحثت وقلبت بأنه فيضان كاين في مدينة أكادير، ولكن الخسائر ما كايناش، الحمد لله والشكر لله. وأمطار غزيرة باقي مستمرة اليوم، غدا تقريبا شي يومين ولا 3 أيام، ربما غادي تكون بعض المدن في المغرب تكون فيهم هذه العاصفة اللي مجهدة قوية، وجات في رمضان، مهم بزاف. ورمضان مبارك سعيد للجميع، والله يوفقكم والله يسهل عليكم ما تمنيتو. قررت باش نشارك معكم هذا الفيضان كما شفتوا الفيديو في البداية، مدينة أكادير، إنزكان، البلايص كلهم فيهم العاصفة الرعدية اليوم في الصباح، وسبت لهم فيضان وعادي جدا، أودية وداك الشيء كامل، ماشي شي حاجة اللي خطيرة بزاف. يقدر دابا غير الماء يتجمع في شي بلاصه والروغه المسدود، وكيطلع داك الماء وكيسبب، وبعض الناس كيقولوا حكا راه فيضان هذا. اي فيضان؟ فين كاين المشكل؟ ياك ما غرقوا الناس، ياك ما دا السيارات، ياك ما تهدموا المنازل، ما وقع حتى شي حاجه، عادي جدا. الله يجيب غير النفع باذن الله، ورمضان مبارك سعيد. غادي نبحثوا ونبارطاجي معكم اي حاجه جديده على امطار غزيره وعلى الفيضان بإذن الله. وعندي بعد الأودية غادي نعاودهم من جديد وتفرجوا فيهم الناس اللي ما تفرجوا فيه، عادي جدا. اشتركوا في القناة ديالي، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. طلب بسيط، انستغرام ديالي في الوصف ديال الفيديو، اول تعليق دعموني فيه، وغادي نبارطاج معكم بعض اللقطات زوينة بإذن الله. رمضان مبارك سعيد للجميع، مسلمين داخل المغرب وخارج المغرب. تحياتي لكم اخوتي، تهلاو.